بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، مع الدرس الرابع ضمن مدخل الاقتداء بعنوان نماذج للتأسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعزة الفئة المستهدفة الجذع المشترك. أهداف الدرس: يتوقع عند نهاية الدرس أن تتعرف شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقصة إسلامه، استخلاص جملة من مواقفه في نصرة الإسلام ودعوته، أن تقتدي بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتتأسى بأخلاقه، أن تعتز بقيم الإسلام السمحة وتلتزم بها. الوضعية المشكلة: نجد في واقعنا المعيش بعض الناس يتطاولون على مقام الصحابة وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من يسعى إلى التأسي بشخصيته، فما مدى فساد آراء الذين يتطاولون على شخصيته؟ وهل للتأسي بعمر بن الخطاب من مزايا على الإسلام والمسلمين؟ مفاهيم: نتعرف على المراد بالتأسي، مصدر من تأسى يتأسى تأسيا، والتأسي هو الاقتداء، وهو أمر فطري حيث يبحث الإنسان عن نموذج يقتدي به. فمنذ الصغر تجد الطفل الصغير ينظر إلى أبيه ويحاول تقليده، وهنا ينبغي للشباب بحكم فطرة التأسي والاقتداء أن يبحثوا عن القدوة الحسنة. مفهوم عزة الإسلام: العزة من عز الشيء يعز بكسر العين بمعنى غلب وقهر، ضد الذل، العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب. ومن معاني العزة في العربية الغلبة والقهر والامتناع، وعزة الإسلام في عزة أهله وتمسكهم بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم، كما فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، الآن نشرع في تحليل ومناقشة محاور هذا الدرس. المحور الأول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقصة إسلامه. من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هو الصحابي الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي القرشي. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، مثال للعدل والإنصاف والزهد والتواضع والقوة والشجاعة. وقد أسلم في السنة السادسة من البعثة وهو ابن 27 سنة، وكان إسلامه فتحا عظيما أعز به الله الإسلام والمسلمين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق، وكانت مدة خلافته 10 سنين و6 أشهر. حافي بالإنجازات العظيمة والفتوحات الإسلامية، واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة 32 على يد أبي لؤلؤة المجوسي. دفن إلى جانب أبي بكر الصديق في الروضة الشريفة التي نبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما قصة إسلامه؟ روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فأخبره بإسلام أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما، فأتاهما ووجدهما يقرآن القرآن، فحصل بينهم جدال حاد، فضرب عمر أخته وزوجها، وبعد أن هدأ قرأت عليه أخته آيات من سورة طه، فقال: ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها في دار الأرقم، فذهب عمر إلى هناك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب.
فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرا شديدا، ومنذ أن أسلم عمر قويت دعوة الإسلام حتى صار المسلمون يجاهرون بها ويصلون حول الكعبة بدون خوف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة. لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، وهذا تأكيد لدعوته صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد عمر. طيب، مع المحور الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضله ومواقفه. مهما تحدثنا عن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلن نوفيه حقه، فمقامه عظيم في الإسلام، وقد وردت عدة أحاديث وآثار تبين فضله ومواقفه الجليلة، نذكر منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. طيب، الآن ماذا نستنتج من درسنا هذا؟ تجلت في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجموعة من القيم، نذكر منها الحزم والعزم والشجاعة والعدل والتواضع والجرأة في قول الحق، الاعتزاز بالإسلام والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله، التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثباته رضي الله عنه على الحق واستشهاده في سبيل الله. طيب، الآن نتعرف على أهم إنجازات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من إنجازاته أنه أول من أرخ بالتاريخ الهجري، أول من جمع الناس لصلاة التراويح، أول من دون الدواوين، أول قاض في زمن أبي بكر الصديق، عرفت مدة خلافة فتوحات إسلامية واسعة. إذا جدير بكل عاقل، خاصة طالب العلم وغيره، أن يتأسى بعمر بن الخطاب في صفاته وأخلاقه ومعاملاته، ويعرف له فضله ويعتز بدين الإسلام ويسعى إلى نصرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.